انت فعلا، بصي انا اشهرت، انت فعلا كان بيتقالك الكلام ده بجد ولا انت وما زلت. يعني بتبدعي في الكتابة؟ يعني لا انت بتجودي في الكتابة لا لا ولا بالعكس، انت فعلا اتقالك كده؟ وما زلت. لا يعني معلش، ايه يعني درجة الحوار ممكن توصل بينك وبين حد زانه يقولك انت خشبة راجل، انت شعرك اكرت، انت يعني يعني خلينا نبدا الموضوع. كان من الصغر اولا كنت في فتره كان سهل عليا ان انا اتكسر فيها، لكن انت حضرتك صغر دلوقتي ده اللي هو سن كام يعني؟ كنت سن 3 سنين ونص، 3 سنين ونص لما ابتدى يحصل تفرقه ومقارنه ما بيني وبين اختي الكبيره، الفرق بيني وبينها 3 سنين برضه. هما شايفينها احلى منك طبعا يعني؟ هي في الجمال بالمواصفات والمقاييس الجماليه اللي هما حاطينها، يعني هي اجمل طبعا، البياض وطبعا مواصفات جسمانيه يعني مختلفه، السمر وحشين؟ محدش قال، ولكن احنا بنتعامل مع بشر هم اللي حطوا المعايير دي. انت لا ما بتتعامليش، كانش اتعمل الماشينز بتاعت السولاريو اللي بملايين الجنيهات عشان الناس تروح تسمر. ومع ذلك احنا كنا في عهد ان انا كنت في قريه ريفيه في وقت، طبعا انا بكلم حضرتك في وقت كانت في الثمانينات والتسعينات، وقت كان لسه برضو العلم مش موجود قوي في الريف زي حاليا، وقت الناس بتبص ان البنت الجميله هي اللي لها سوق وانها الافضل، وقت ان كل حد بيحاول ان اللي قدامه، يعني كانوا بالنسبه لهم اختي كان من جمالها يفضلوا يدلعوها اكتر، يحبوا ان هم يتملقوها اكتر، كانوا بيحبوا فعلا البنت الجميله. عندنا في الريف بيحبوا البنت الجميله اكتر في كل شيء، البيضة البيضه على وعلى جميلة، راي المثل طبعا، جميله لأن وقطم صغيره سمراء ووصف. بس ده مش حقيقي يعني. ده في الحاجات الجمالية لما بيجي مودلز بره لازم يدخلوا ياخدوا تان او يغمقوا عشان يبقوا حلوين. علشان يليقوا على الشغلانه اللي هما فيها وعلى اللبس عشان يظهر، لا لان عشان البياض هو ما بيظهرش طبعا جمال المظهر اللي ده هما البياض بيلبسوه يقولك الستايل. ده، بصي ممكن اجيب واحده بيضه واقول لها انت كلحه، صحيح، ممكن اجيب واحده سمراء واقول لها انت مش عارفه ايه. وفي الاخر هو بيبقى فيه واحده، معلش يعني انا معلش هبقى صريحه عشان الموضوع ده خطير جدا 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 فوق ما اي حد يتخيل. ده صحيح. النهارده لو اي يعني ست في الدنيا لمت شعرها زي ما انت لما كده ولبست نظاره وغسلت وشها تماما وكانت زايده في الوزن سنتين، عمرها ما هتوصل لدرجه الجمال اللي ممكن حد يقول عليها حلوة. وممكن تبقى هي حلوة صحيح، بس هي محتاجة انها تبرز تعمل الجمال ده. الباقي بيعمله، صحيح، ومعدودات جدا يعني. مثلا ممكن اعديهم لك اللي هو نانسي عجرم، شيرين رضا، يعني هم 5 في مصر مثلا صحيح، اللي لو غسلوا وشهم ولموا شعرهم بتاع هيبقوا يبقوا زيهم. حلوين. صحيح. اوكي ف طلعتي كبرتي على ده ورحتي المدرسة بالفهم ده؟ رحت المدرسة بنفس التعامل برضو، هو ما كانش من الأقربون اللي هو طبعا بابا وماما وخلاني وأعمامي، لا كان من البيئة المحيطة، لأن إحنا طبعا في الريف بنبقى كلنا من عيلة واحدة، ريف يعتبر فين يعني؟ الشرقية، محافظة الشرقية، من قرى فاؤوس. تمام، فكانوا بيتعاملوا على انهم بيهزروا معايا، او يعني ايوه، الموضوع بالهزار. ما هو السم في العسل. فكانوا اكنك بيهزروا، بس هما ما كانوش يعرفوا ان الهزار بتاعهم كان بيقتلني، ان انا كنت هو بحس مش بالنقص هزار، هو بيبقى تريقة بس بيحطها لك في صورة في هزار. صورة هزار. وحتى لما كانوا بيقابلوا بابا، ايه ده انت عندك نشوة لهطة قشطة، وعندك بقى نهى دي ذكية وكل حاجة وشاطرة، لكنها يا ريتها كانت في جمال انت نشوة. طالعة شبه مين؟ إيه، انا خليط يعني، خدت من كل حد كده، من كل بستان شجرة في العيلة، فتلاقيني عريضة لحد وسمرة لحد وشعري لحد كده يعني. لكن نشوة أخذت مثلا بابا، أخذت مواصفات بابا، البياض والشعر الناعم وما إلى آخره يعني. كانت كمان الطمة الأكبر كمان موضوع رجلي، مقاس رجلي، إن أنا مقاس رجلي كبير من صغري، يعني أكبر من سني. وانا كمان فبس ممكن يكون رجل حضرتك صغيرة شوية مش مفلطحة، لا فممكن مفلطحة تلبس جدا، 40 هي مفلطحة. 41 مثلا حاليا، أنا بلبس 43 44 45 في بعض الأوقات. طبعا كان موضوع ان احنا كنا ايامها بنفصل. 43 45 مش ما ينفعش يعني. لو عريض من قدام اللي هو القالب ده كده صغنطط، لا بس انتي مش 45. لا يعني ده كده 43 43 لانه واسع من على الجنبين وبعدين داخل بفلطحه. انا مختاره ده عشان ايوه البدله. ايه يعني قاسوا رجلك؟ ما انا مش فاهمه مين قاسوا بقى؟ يعني، الناس قاست رجلك؟ واضح من اللي انا لابساه وان انا بروح افصل.